اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين والحديث عن المرحله اللي جايه بالنسبه للبطولات الافريقيه المزمع ان شاء الله بدايتها في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر للمرحله الجايه بعد نهايه البطوله الافريقيه الحاليه. كنا استعرضنا معاكم من فتره قريبه اللي حصل في جدول مباريات البطولات الافريقيه، والاتحاد الافريقي ادى مهله للانديه اللي ممكن تشارك في البطولات اللي جايه بالنسبه للمراحل التراخيص واجراءات التراخيص ومين الانديه اللي ممكن تشارك. الاتحاد المصري عشان المسابقات لسه ما انتهتش اختار 8 انديه مبدئيا عشان ينتهوا من اجراءات التراخيص وارسالها للاتحاد الافريقي بحد اقصى غدا الاربعاء ان شاء الله يوم 30/9. طيب مزيدا من التفاصيل في هذا الموضوع معانا مداخله مهمه جدا عبر السكاي ترند اونلاين مع الكابتن محمد جرميده، طبعا شخصيه كبيره بالتاكيد للاتحاد الافريقي لكره القدم، كمان مراقب للمباريات الاتحاد الافريقي لكره القدم، الامين العام المساعد للاتحاد الليبي ايضا لكره القدم، عشان نتكلم معاه عن موضوع ملف الترخيص وايه اللي ممكن يتم خلال الفتره اللي جايه. كابتن جرميده مساء الخير. مشاهدي قناه الاهلي تي في. طبعا بنتكلم على ملف الترخيص والاتحاد الافريقي منح مهله غدا ان شاء الله 30/9 يكون اخر ميعاد لارسال التراخيص المتعلقه بالانديه. ايه اللي ممكن يكون تم خلال الساعات الاخيره بالنسبه لهذا الملف، خاصه ان الاتحاد المصري كان اختار 8 انديه مبدئيا والنادي الاهلي اول نادي ارسل بشكل رسمي ملف الترخيص خلال اليومين اللي فاتوا، وايضا كمان الانديه الليبيه عندها ملف لازم يتم ارساله بكره ان شاء الله. اكيد طبعا المواعيد بتختلف من اتحاد الى اتحاد اخر، يعني احنا غدا ان شاء الله ايضا هو اخر موعد للانديه المؤهله للمشاركه يوم الاربعاء 30/9 نقدم اوراق الوثائق المطلوبه للكاف. فبالنسبه للانديه هي اربع انديه بالنسبه للاتحاد الليبي، هم الانديه الاهلي طرابلس والاتحاد والاهلي بنغازي والنصر. حتى الان قدم الملف النادي الاهلي طرابلس فقط وباقي المهله غدا ان شاء الله. اكيد. طيب الاتحاد الافريقي في خطاب 31/8 كابتن جرميده اتكلم على فكره ان المره دي اي نادي مش هيلتزم بمعايير التراخيص هيتم استبعاده نهائيا، وهتكون المسؤوليه مشتركه مع الاتحاد المحلي اللي بيتابع المعايير المتعلقه بالتراخيص الفتره الجايه. طبعا هو لم يعد الاتحاد الافريقي لم يعد يحتمل التاخير في تطبيق نظام تراخيص الانديه، فالموضوع يعني اخذ يتاجل من سنه الى اخرى. هذا الموسم تقريبا الاتحاد الافريقي او بالاحرى هو جاد في تطبيق بكل صرامه، يعني وخاصه فيما يتعلق في بعض الامور او ناحيه الديون اللي على الانديه، وهو شيء مهم لابد الانديه ان تاخذ بالها منه. يعني يعني الديون ده عنصر اساسي، لو اي نادي عليه ديون او مستحقات لن يشارك يعني، حتى احيانا يعني الانديه لابد تتاكد بان ما عليهاش ديون، لان لو اقرت بان ما عليهاش ديون وفيه لحد لعيب اشتكى عليهم ولا مثلا النادي اشتكى عليهم تبدا العقوبات اقصى واقصى بكثير يعني. تمام. هو في معايير اساسيه، المعيار القانوني والمعيار الاداري والمعيار المالي، المعيار الرياضي، كل دي معايير اساسيه في الحصول على الرخصه من الاتحاد الافريقي كابتن جرميده. طبعا هم المعايير هي خمس معايير، يعني معايير احنا بنقولها المعايير الرياضيه ومعايير بنية تحتية ومعايير إدارية وتنظيمية ومعايير قانونية ومعايير مالية. كل هذه المعايير تحتوي على مجموعة من الوثائق والشروط والمستندات لابد أن تستوفى في مواعيد محددة. تدخل تم استلامها من قبل مدير الترخيص بالاتحاد الوطني، يوحلها إلى لجنة منح الترخيص الابتدائية، تكشف عليها وتتأكد من وجودها وصحة البيانات اللي موجود فيها، ومن ثم يتم منح الترخيص، وان لم تكن مستوفيه الشروط والوثائق فترفض، وللنادي الحق الطعن والاستئناف لدى لجنه الاستئناف الخاصه بلجنه ترخيص الانديه. كل الكلام ده لغايه 20 اكتوبر، قبل 20 اكتوبر هيتم الاعلان بشكل رسمي. بالضبط كده، بالضبط، يعني 20 اكتوبر هو اخر موعد نهائي للكاف انه يستلم كافه التراخيص للانديه المشاركه في مسابقات هذا الموسم. ليبيا الحمد لله يمكن التصنيف المره دي يساعدها ان يشارك من عندها اربع انديه، رغم ان كان في تخوف ان ليبيا ما يكونش ليها انديه مشاركه بسبب ان ما كانش في دوري الفتره الاخيره. صحيح طبعا، يعني كانت الاوساط الرياضيه في ليبيا فرحانه جدا ان يكون لها اربع انديه مشاركه،
ونتمنى زي ما قلت لك غدا ان تستوفي كافه الشروط والمتطلبات حتى تتمكن هذه الانديه الاربعه من المشاركه. تمام. في مصر وضع مختلف، لسه المسابقات ما خلصتش، فتم يعني الاتفاق مع 8 انديه بشكل مبدئي، من ضمنهم بالطبع النادي الاهلي المصري، والحمد لله ارسل اوراقه قبل ايام، لان النادي الاهلي اصلا مبدئيا كده كده بيشتغل على الملف ده وعنده رخصه رسميه من الاتحاد الافريقي معتمده يا كابتن جرميده. تمام. هو طبعا حضرتك انت عارف ان الموسم هذا الموسم موسم استثنائي في كل شيء، في تسجيل اللاعبين، في مواعيد انتظام. ايضا كانت البطوله ما كانش تبدا في شهر نوفمبر، يعني كان نفترض انها في شهر 5، ولكن بسبب الجائحه تغير ورجعت الى موعدها السابق. فهذا الموسم هو ايضا موسم استثنائي في كل شيء، حتى في فترات تسجيل اللاعبين، حتى حيكون في فترتين تسجيل مظبوط في وقت قريب جدا من بعض. يعني حتكون فتره التسجيل الاولى من 21/10 الى غايه 10/11، وبعدين بعدها على طول من ثاني يوم من 11 الى 30/11. يعني الموسم هذا موسم استثنائي في كل شيء. انا حبيت بس اقول لك استاذ محمد، اتفضل، ان هذا نظام ترخيص الانديه يفترض ان هو موجود تلقائي في كل الانديه المشاركه والغير المشاركه. هذا برنامج تنظيمي احترافي، يعني لما تشوف تراجع المعايير والشروط المستوفى المفروض تلقائيا كل نادي، يعني حتى النادي اللي في القاع يعني اخر الترتيب يفترض ان يكون عنده كل هذه المتطلبات، لان صحيح. اشياء طبيعيه واشياء قانونيه وبديهيه. يعني صحيح. لما نتكلم عن في معيار مثلا الاداري والتنظيمي انه لابد لكل نادي انه يكون عنده مدير كره محترف ومدير مالي محترف بعقد وطبيب والمدربين يعني عندهم تراخيص الكاف، يعني حاجه طبيعيه اكيد، يعني مش اكيد. وايضا بالنسبه للمعيار المالي لابد يتاكد ان كل اللعيبه يعني مسدي لهم فلوسهم، كل واحد يعني بياخذ يعني راتبه مستحقاته في نهايه كاملة. الشهر. نعم بالضبط، مستحقاته كامله يا كابتن جرميده. مظبوط، مستحقاته كامله. يعني ما في يعني. وايضا بالنسبه لما اتكلم عن المعيار الرياضي، المعيار الرياضي اللي هو المعيار الاول في هذا النظام، اكيد يتكلم على قطاع الناشئين. هذا ليس بحاجه يعني جديده عن الوسط الرياضي، بالعكس. يعني مثلا نشوف النادي الاهلي ليه تاريخ وتاريخ في قطاع الناشئين، يعني مش عايزين نتكلم على ناس يعني طلعوا اجيال واجيال، اذا هو السيستم موجود اصلا. اكيد اكيد، شويه اعاده تنظيم بس، اعاده ترتيب يعني. كابتن جرميده يعني انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه جدا والقيمه، بالتاكيد مراقب مباريات في الاتحاد الافريقي والامين العام المساعد للاتحاد الليبي، مداخله كانت مهمه جدا عشان نتكلم على المرحله الجايه بالنسبه لتراخيص الانديه المشاركه في مصر. قبل ما اختم هذه الجزئيه، 8 انديه مبدئيه، النادي الوحيد اللي ارسل حتى هذه اللحظه النادي الاهلي، ما من فتره وكان الكابتن محمد فضل اعلن ان النادي الاهلي في ملف التراخيص تحديدا واخد مسافه كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله هيكون مشارك في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم. اخرج الى فاصل والفقره الاخيره من الترند العالمي ومشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه.